كيف ما كنشاركت معكم في الفيديو اللي قبل على الطريقه ديال انك تشوف الامتحانات ديال السنوات السابقه وتعرفنا الاسئله كيفاش كيتحطوا وتاخذ واحد الفكره كبيره على الامتحان ديال كيفاش يقدر يكون وبيان سيغ هنايا غادي نتخصصوا هاد الامتحانات فين غادي نلقاهم وكيفاش ندير باش ندبر عليهم. هذا هو الموضوع الكبير ديال هاد لا فيديو واللي غادي نشارك معكم فيه ثلاثه ديال الطرق جد فعاله باش تلقى هاد الامتحانات. يلا بقى معايا حتى الاخير. سي بارتي. اول طريقه هي المؤسسه فين كتقرا. كاين معاك طلبه اللي فيتينك وحتى هما السنه اللي قبل كانوا في حالك دابا وحاليا راهم نجحوا وغادي مكملين وعندهم الامتحانات ديال العام اللي فات والعام اللي قبل وغير حاطينهم في الدار. علاش انت ما تمشيش عندهم وتطلبهم منهم؟ حيت الا ما قدرتيش تمشي لعندهم وتسول حتى نهار غادي تاخذ الدبلوم ديالك ما غاديش تقدر تهز السي في وتمشي تدخل هنا وتهضر مع هذا وتسول فين نقدر ندفع. دونك سوي كوراجو وحيد ديال الحشمه. اول خطوه غادي دير هي تشوف لهم بلوا دي طون ديال هاد الناس اللي فايتينك. مثلا كنت اس 1 غادي تشوف صحاب الاس 3، كنت اس 3 غادي تشوف صحاب الاس 5، وهاد لون بلوا سوا غادي تلقاه في الديبارتمون ديال الشعبه اللي متبع ولا غادي تدخل الموقع ديال المؤسسه ديالك. ملي غادي تعرف استعمال الزمن ديالهم غادي دير شي وقيت وتمشي لعندهم فين تيقراو سواء كانوا في لونفي ولا في شي صار. وكون معول انك ماشي غادي تسول غير واحد ولا جوج ويقول لك مرحبا خويا، انت وزهرك وانت واسلوبك غير هضر زوين. السلام خويا، اسمح لي نسولك، انا عندي العام الاول في الشعبه فلان فلانيه وكيف ما كتعرف كاينين الموديل كثار ومشارجين وباش توجدوا مزيان احسن طريقه هي تشوف الامتحانات ديال السنوات اللي قبل باش تعرف كيفاش كيتحط الامتحان والاسئله كيفاش تيكونوا. الا كان ممكن الله يسهل عليك نقدر ندير معاك شي نهار ونتلاقاو وتجيبهم ليا ندير عليهم فوتوكوبي ونرجعهم ليك. بحال ما كان عندك ماشي مشكل واخا ما يكونوش عندك كاملين، وحتى الا كانوا عندك صفورم بي دي اف ماشي مشكل، يمكن لي ناخذ الرقم ديالك. اوه محفظك فوالا. هذا غير مثال، فإلا هضرتي زوين ما كاينش اللي غادي يرجع لك في وجهك. وانت اخويا واختي اللي كتفرج، الا كنتي دبرتي في الامتحانات فما فيها باس تجيبهم شي نهار وتحطهم في السيرفيس ديال الفوتوكوبي، و الا درتي الخير فالله غادي يلاقيك مع الناس الزوينين واللي حتى هما كيديروا الخير. ولا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. وعلى ذكر فوتوكوبي فالطريقه الثانيه غادي تمشيو ليها هي النيت وتسولوا، حيت كاينين الطلبه اللي كيخليوهم عندهم النيت باش يديروا عليهم فوتوكوبي الناس الاخرين، ولا تلقاهم هما اللي خدامين جامعينهم واللي سول عليهم شي حد كيصوروا ليه عليهم، ولا طلب السيد ولا السيده اللي خدامين النيت في هذا السيرفيس ديال الفوتوكوبي، الا جاب شي حد الامتحانات ديال الشعبه فلان فلانيه خليو عليهم نسخه عندكم، راه كاينين الطلبه بزاف كيسولوا عليهم، وحتى هما مزيان ليهم، رابح رابح، الا خداو من عندهم الطلبه بزاف، إيل فون غانيي. واخر طريقه هي فيسبوك، غادي تكتب شي بوست مريقل في لي جروب اللي خاصين بالمؤسسه والشعبه ديالك، وتكون فيه لا بوليتيس والصواب ضروري. وغادي يجيب الله شي مؤمن ولا جا فيكم شي حد الامتحانات وحطهم في السيرفيس ديال الفوتوكوبي يبارطاجيها سيغ فيسبوك باش الطلبه يوصلهم الميساج. ودير الخير ونساه. جو سويت اون بون بريباراسيون ان بون ديماراج ان غران كوراج. اسيو نيكست تايم.